سلام خليكوا معايا. خليكوا معايا يا جماعه. دلوقتي النهارده حصه كبيره شويه بس مهمه قوي قوي وسهله ان شاء الله ما فيهاش حاجه. دلوقتي يا شباب لما نيجي نتكلم عن حاجه اسمها ستومك. خلاص؟ الستومك. ركز بقى معايا عشان اقول على طول حاجه ونعيدها مع بعض بسرعه. خليكوا معايا يلا. اول حاجه عايزين نعرفها يا شباب دلوقتي النهارده الاستومك دي هنطلع منها كده سهل واقول لك انها بتتوصف انها ماسكولار ريزرفوار. ماسكولار ريزرفوار يعني ايه؟ ماسكولار عضم، ريزرفوار يعني ايه؟ ها مخزن او كيس. يبقى دكتور دي عباره عن كيس عضم، ماشي؟ بتتوصف انها كيس عضمي، والوصف ده له اهميه وله دليل هنقول عليه واحنا ماشيين النهارده في الحصه، تمام؟ يبقى دكتور ده عباره عن كيس عضلي او ماسكولار ريزرفوار. بيقول لك الماسكولار ريزرفوار ده وظيفته حاجتين، حاجه انت عارفها طبعا الدايجيشن. اكيد اي واحد فيكم عارف ان المعده تمام هي بيت او مكان الهضم، مش كده؟ الوظيفه بقى اللي انت ما تعرفهاش الابزوربشن. ايه ده؟ هو المعدة يا دكتور بتاعتي بتعمل ابزوربشن؟ اه فعلا بتعمل ابزوربشن. بتعمل ابزوربشن يا هدير لمواد محددة. طبعا الصولت والووتر. دي مش مادة مهمة. إنما لما أقول لك بتعمل لبعض أنواع الأدوية أو الدراجز. هتاخدهم السنة الجاية إن شاء الله. أهم مادة الألكوحول. الألكوحول. ده من المواد اللي بيحصل لها امتصاص فين؟ في المعدة. تمام؟ ماشي كده يا شباب؟ يبقى لحد دلوقتي أنا قلت إيه؟ قلت لك الاستومك دي بوصفها بكلمتين، ايه هما؟ انها ماسكولار ايه؟ ريزرفوار، كيس عضلي. الكيس العضلي ده وظيفته حاجتين، حاجه انت عارفها انها بتعمل، الحاجه اللي ما تعرفهاش انها بتعمل ابزوربشن. اهم ماده بيحصل لها ابزوربشن هي الالكوحول. طيب بص معايا الجماعه بتوع الاناتومي جم على المعده بتاعتنا كده وقسموها يا انس لاربع اجزاء. خلاص؟ اول جزء قالوا عليه الحته دي اسمها يا دكتور كارديا او كاردياك ريجون، لانها ناحيه ايه؟ القلب، صح؟ الحته دي يا دكتور سموها فندس، وبعد كده بادي، واخر واحده بايلورس او بايلوريك ريجون. تمام؟ يبقى بتوع الاناتومي بيقسموا المعده لكام جزء؟ اربعه. ايه هم يا شباب؟ كارديا فندس بادي بايلورس. بتوع الاستولوجي قال لك ده كلام جميل قوي، بس احنا هنبص تحت الميكروسكوب. حلو؟ بصينا تحت الميكروسكوب لقينا الفندس والبادي جزء واحد، نفس التركيب، نفس الاستراكشر. طب ما دام نفس التركيب، ايه الحاجه ان هم يبقوا جزئين؟ فقال لك خلاص يا عم، بتوع الهيستولوجي هيقسموا المعده بثلاث اجزاء بس، كارديا زي ما هي، بايلورس زي ما هو، انما الفندس والبادي هنلمهم في جزء واحد. طب الجزء ده نسميه ايه؟ نسميه فندق ريجون. فندق ريجون. يبقى عندك كارديا وعندك بايلوريك ريجون او فاندك ريجون. ماشي كده يا شباب؟ يبقى انت معايا بقى كده. المعده بتتقسم اناتوميكال كام جزء؟ هيستولوجيكال كام جزء؟ ايه هم الهيستولوجيكال؟ ها؟ كارديا فاندك اند ايه؟ وتبقى عارف ان الفاندك دي هي جواها كام جزء؟ اثنين، الفاندس اند البادي. اللي هيحصل يا انس ان انا المفروض اقول لك اشرح ده وانا فعلا مش هشرحه. فاندك ريجون ده اكبر جزء، وبعد كده البايلوريك ريجون، وبعد كده تبقى الاستومك خلصت. حلو؟ ليه يا دكتور مش هتشرح الكارديا؟ تفتكر ليه؟ بالظبط، حتى هو في الكتاب ما قالش فيها حاجة ولا المذكرة، قال لك إنها كلمة واحدة بس، سيميلار تو إيه؟ أوسوفيجاس. بالظبط. فاكر حاجة؟ الأوسوفيجاس زي ما هنقول حالة الإسطمبة وتفتكرها مع بعض يا هدير، كان في اتنين جلاند والاثنين كانوا بيطلعوا ميوكس. واحده اسمها اسوفيجيه، مش موجوده في الاسوفيجاس بس اسمها اسوفيجيه. حد فاكر الجلاند الثانيه اسمها ايه؟ اسمها صح اسمها ايه؟ كاردياك. اسمها ايه؟ كاردياك جلاند. اسمها ايه؟ كاردياك جلاند. فالكاردياك ريجون فيها كاردياك جلاند، ماشي؟ وفيها اسوفيجيال جلاند برضه. يبقى الاسوفيجاس فيه اسوفيجيال وكاردياك، والكاردياك فيها اسوفيجيال وكاردياك برضه. ماشي كده يا شباب؟ وكده كده كاردياك هنا او هنا او حتى دي اتسمت نسبه لمين؟ لانها ناحيه القلب. ماشي كده يا شباب؟ في اي مشاكل؟ طيب تعالى على الفندق ريجون. هو ده بقى جزء النهارده، الفندق ريجون.
بصوا معايا يا شباب، اول كلمه خالص، لو انا كده قلت لك ان الفندس او الفندك ريجون بتاع الاستومك رقم واحد، حد كده يفكرني الجزء ده بيشمل ايه في الاناتومي؟ بيشمل فندس اند بودي، ادي رقم واحد. رقم اتنين، مش الفندس او البودي ايا كان، مش ده انس جزء من الشيء تي؟ جزء من ايه؟ يبقى تنطبق عليه القاعدة بتاعت الجي اي تي اللي انا هفكرك بيها حالا. اي حاجة في الجي اي تي بتتكون من كم طبقات؟ اربع طبقات. اول طبقة يا دكتور اسمها ميكوزا، انا هفكرك بيها اهو. تاني طبقة اسمها صب ميكوزا، بعد كده طبقة اسمها ماسكلوزا، واخر طبقة سيروزا او ادفنتيشيا. خلصت الطبقات كده ولا تحب تفسر حاجه؟ يا دكتور، الميكوزا عباره عن ايبيثيليوم وتحتيها لامينا بروبريا اللي هو كونكتيف تيشو، وتحتيها طبقه مصل كمان اسمها ماسكولاريز ميكوزا، لانها موجوده فين؟ في الميكوزا. اي حاجه في الجي اي تي الاربع طبقات دول، صح يا نيت؟ صح. انا عندي ميكوزا، صب ميكوزا، ماسكلوزا، سيروزا. انا ابدا من جوه من السيروزا او من بره، معلش السيروزا. القاعده كانت بتقول ايه؟ انا بفكرك بيها، كل الجي اي تي تمام سيروزا وادفنتيشيا بتحدد ازاي؟ والله لو اللي قدامك ده متغطي ببريتون هيبقى ايه؟ سيروزا. لو من غير بريتون يبقى ايه؟ طب الاستومك هتبقى ايه؟ سيروزا. الاسوفيجاس ادفنتيشن، بسوفيجاس ادفنتيشن، تمام؟ الحاجه اللي متغطيه ببريتون هتبقى سيروزا، وبما ان الاستومك متغطيه ببريتون فاحنا كتبنا ايه؟ سيروزا. طيب بص قدامك كده، والله يا دكتور انت شايف كم طبقه مصل؟ اهي ماسكلوزا، واهي كم طبقه كونكتيف تيشو؟ اتنين برضو، اهي لامينا بروبريا، واهي صب ميكوزا. يبقى اللي عايز يجيب من الاخر هيقول لك ايه؟ اتنين مصل واتنين كونكتيف تيشو وواحده اي بي سي. بس اتنين واتنين واحد. حلو كده؟ وغلفهم بقى بغلاف سيروزا وادفنتيشيا. ده اي حاجه في الجاي تي كده. طب هي القواعد خلصت؟ لا ما خلصتش. عارف انت الايبيثيليوم ده كان له قاعده. القاعده بتقول ايه؟ كل الجاي تي نوع اسمه سيمبل ايه؟ كولامينر. ما عدا اوله واخره. اوله اللي هو الاوسوفيكس واخره اللي هو الانا الكنائي. طب استنى كده، انت قلت لي كله سيمبل كولامينر ما عدا اوله واخره يا انس، صح؟ طب هو ده اوله او اخره؟ يبقى ده يمشي سيمبل كولامينر زي الفل من غير اي مشاكل. سيمبل الكلام ده الدرس الجديد يا هدير، وفي نفس الوقت مراجعه، يعني اتنين مع بعض ماشي. اللامينا بروبريا دي حد كده يفكرني دي عباره عن ايه؟ كونكتيف تيشو. والصب ميكوزا دي برضه عباره عن ايه؟ كونكتيف تيشو. القاعده كانت بتقول اي كونكتيف تيشو في الجي اي تي تمام لازم يكون في جلاند. اي كونكتيف تيشو في الجي اي تي في جلاند. في استثناء للكلام ده يا بسمه؟ في. ما عدا دي حاجتين، ما عدا الصب ميكوزا بتاعت الاستومك، واخد انت بالك؟ واللارج انتستين. في حاجه من دول هتقابلني النهارده؟ ليه ايه؟ الصب ميكوزا بتاعت الاستومك، صح ولا لا؟ يبقى لا. بس مش محتاج بقى لما اجي في اللارج انتستن واجي اسالك كده سؤال كده في النص اقول لك الصب ميكوزا قول لي نوع الجلاند، تقوم انت ايه تغلط تقول لي اصلا ما فيش ايه؟ مفيش جلاند. مش كده يا شباب؟ كده مشكله؟ طيب نرجع لقاعدتنا تاني. احنا دلوقتي بنتكلم عشان ما حدش يتوه مني، انا بتكلم في حاجه اسمها الاستومك، خلاص؟ بسرعه كده. الاستومك وصفتها بكلمتين انها ماسكولار ريزرفوار، كيس عضل. وهنثبت الكلام ده حالا قدامك. الكيس العضلي ده له وظيفتين،
وظيفه انت عارفها انها دايجيشن، وظيفه جديده ان هو ابزوربشن. وابزوربشن اهم ماده يهديد اللي هي القلب. بتوع الاناتوم لما بصوا على الاستومك قسموها لاربع اجزاء، قال لك احنا عندنا في كارديا، فندس، بادي، بايلورس. جم بتوع الهيستولوجي قال لك يا عم ده الفندس والبادي حاجه واحده، وهنقول عليها فندك ريجن. ماشي؟ اول جزء خدناه اللي هو الكارديا، بصراحه انا ما قلناش فيه حاجه لانه شبه ايه؟ اسوفيجاس تيبيكال. تعال على الفندك ريجن. اهو بنبتدي فيه اهو. قلنا ان الفندك ريجن ده يتفك في الاناتومي بفندس وبادي. قلنا ان الفندك ريجن ده زيه زي اي حته في الجي تي، عباره عن اربع طبقات. ميكوزا، سب ميكوزا، ماسكلوزا، سيروزا. ليه سيروزا؟ عشان متحوط لبيريتون. قلنا الميكوزا اول طبق فيها ايبيسيليوم يمشي زي الفل سمبل كولابينا، لان ده لا اوله ولا اخره. ده لا هو اوله ولا هو ايه؟ اخره. تمام؟ تمام. اللامينا بروبري عباره عن ايه؟ كونكتيف تيشو. اي كونكتيف تيشو يقابلني في الجاي تي هعمل ايه يا ياسمين؟ احط ما عدا اثنين، الصاب ميكوزا بتاعت الاسلارج انتستين ومين؟ والاستومك. طب هل ده تبع القاعده دي؟ لا. لا، يبقى حط فيه جلاند وانت مستريح ومحدش يقول لك حاجه. طب يا ترى سميها ايه؟ هو انت مش بتتكلم عن فندق ريجون؟ سميها فندق جلاند. وسيبها لحد ما نجي لها كمان شويه. لحد دلوقتي في حاجه صعبه؟ طب تعالى على دي، ماسكولاريز ميكوزا، تعالى افكرك بيها. دي تيبيكال بتاعت الاسطمبه او بتاعت الاسوفيتاس، كانت بتقول لك ايه؟ كانت بتقول لك دي طبقه عضل، طبقه وطبقتين. بص انا هكتب ايه؟ انر سيركيولار اند اوتر لونجيتيودينال. هوصل لك الكلام ده انا قلته للاسوفيتاس هقوله لك تاني. يعني ايه؟ يعني ان الطبقه دي عباره عن انر سيركيولار واوتر لونجيتيودينال. هقول له يعني حضرتك لو ده كده الاستومك، لو دي كده الاستومك، تمام؟ هتلاقي حضرتك طبقه عضلات جايه كده على شكل دوائر. دي سيركيولار جوه، براها في طبقه ثانيه ماشيه كده. دي لونجيتيودينال. حلو كده؟ ودي زيهم كانوا موجودين في الاسوفيجاس. طب لو انا خدت سيكشن وهبص كده، ده اللي يومن عندي بالاحمر، السيركيولار هتبان لك كده، اللونجيتيودينال هتبان كده نقط. ليه؟ لما اتقاطع اهو كانت كده اهو، قطعته وبصيت كده بان نقطه. ماشي يا شباب؟ ماشي كده مشكله؟ طيب صار ميكوزا كونكتيف تيشو، في بلاد فيسل ولمفاتيك ونيرفس وجلاند. هكتب جلاند؟ هكتب هنا جلاند؟ لا يا عم اوعى، انت نسيت، ده انت الصاب ميكوزا بتاعت الاستومك مفيش جلاند. وتكتب كده تقول ان نو جلاند. خلاص؟ تعالى الماسكلوزا. بصوا يا شباب، انا ممكن اكتب لك نفس الجمله اللي فوق. انر سيركيولار اند اوتر لونجيتيودينال. واحد يقول له يا دكتور انت لو كتبت كده اهو زي ما انا كاتب كده مفيش فرق بين الاسوفيجاس وبين الاستومك في المصل، صح؟ مش طبقتين المصل بتوع الاسوفيجاس كانوا برضو انر سيركل اوتر لونجيتيودينال؟ امال ليه بقى يا عم جاي في الاول تقول لنا ماسكولار ريزرفوار؟ فين الكيس العضلي ده؟ اقول لك انت عندك حق فعلا، لازم عشان ده يبقى ده كيس عضلي ما ينفعش الماسكلوزا تبقى طبقتين بس، لازم يبقوا كام؟ ثلاثه. السؤال الطبقة الثالثة هتزيد فين؟ جوه. جوه ازاي؟ هتبقى هنا قبل السيركيولار. ماشي؟ ماشي؟ طب واتجاهها؟ هقول لك اتجاهها اوبليك. اوبليك. يبقى حضرتك تمسح الكلمة دي، تمسح اوتر وتمسح انر وتعيد الترتيب تاني. تقول لي انر اوبليك، ميدل سيركيولار، واوتر لونجيتيودينال. افضل لحد اخر يوم في السنه اقول لك يا انس المعده كم طبقه من العضلات؟ تقول لي ثلاثه. على طول السؤال اللي بعده الطبقه الثالثه زادت فين؟ اصل كل اللي هيقابلنا اتنينات 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 الا هم ثلاث حاجات. في حاجات ثانيه في الميل انما هم ثلاثه، استومك اولهم،
يورينري بلادر تمام واليوترس. واضح ان التلات حاجات دول بيزقوا، يورينري بلادر بتزق اليورين، اليوترس بيزق البيبي تمام، وعندك الاستومك بتقعد تعصر في الاكل وتطحن فيه ماشي. التلاته خلي بالكم تلات طبقات من العضلات، بس التلاته يا هديل بيفرقوا في اتجاهات العضلات ماشي. اول واحده ناخدها اهي الاستومك، كم طبقه؟ ها تلاته. الطبقه التالته زادت فين؟ جوه واتجاهها اوبليك. الطبقه زادت جوه واتجاهها اوبليك كده، يبقى فعلا ماسكولار ريزرفوار ماشي. طيب بعد كده السيروزه هقول لك كيس، هقول لك ايه كونكتيف تيشو تمام بيحوط الاستومك. الكلام ده فيه حاجه صعبه، اللي هيذاكر هيحفظ كلمتين ابيسيليان، طلع هيحفظ كلمه فند الجلاند، وان مفيش جلاند في الصاب ميكوزا هيحفظ دي بس. هي دي الحاجه اللي بالجديده بالنسبه لك تمام كده. طيب يا دكتور انت كده خلصت الفند كريجو، المفروض بقى تقول لنا على البايلورس وكده خلاص بقى والاستومك خلصت، امال ليه بقى بتقول ان الاستومك درس كبير؟ لا احنا نسينا حاجه نشرحها اسمها ايه؟ فندق جلاند. فندق جلاند هي دي اللي هنقعد فيها الحصه دي وجزء من الجايه كمان. الفندق جلاند دي يا دكتور طب ليه كبيره برضه؟ ما هو جلاند هتقول لي نوعها وبتطلع ايه وشكرا. بص معايا الفندق جلاند، تعالى نكتشفها سوا. اول حاجه بيقول لك ان الجلاند دي نوعها سيمبل، يعني ليها فتحه واحده، تيوبيولار يعني شبه الانبوبه، وبرانشد. لا يا دكتور ما دام سيمبل تيوبيولار برانشد ارسمها لو سمحت. وماله يا عم؟ سيمبل يعني عامله كده وشبه التيوب تمام، وبرانشد كده. ده شكل الفند الجلاند، سيمبل تيوبولار برانش، ده اهي بالمنظر اللي قدامك ده تمام كده ماشي. طيب وعشان هي بالطريقه دي يا شباب احنا هنقسمها بقى اجزاء. بيقول لك الجزء الاولاني ده اسمه السيرفس، ده السطح بتاع الجلاند، السيرفس بتاع الاستومك، السطح اهو. الحته دي اسمها ازمس، نيك، بادي او بيس. يبقى الجلاند كام جزء؟ ثلاثه، ازمس ونيك وبيس، وده السيرفس بتاع الايه؟ الاستومك ماشي كده يا شباب. هي الجلاند دي حد كده فكرني موجوده فين؟ في الصاب ميكوزا ولا في اللامينا بروبيا؟ اللامينا بروبيا طبعا تمام، والفتحه بتاعتها بتطلع لفوق تخترق الابيسيليوم وتطلع على السطح خالص تمام كده؟ في الصاب ميكوزا، انما اللامينا بروبيا فيها. فهمتوا؟ في حد تاني؟ حد فيه مشكله؟ طيب برضه يا دكتور انا مش لاقي سبب ان الجلاند دي تبقى كبيره، ايه يعني لما تتقسم اجزاء؟ تعالى يا عم قول لي السكريشن وخلاص. هنا بقى الكلام. السكريشن ما ينفعش، عارف دي؟ لانها بتطلع حاجه اسمها يا بسمه جاستريك جوس. جاستريك جوس يعني الحاجه اللي بتطلع لك من هنا عصاره معديه. العصاره دي بقى لو حضرتك جيت تفسرها او تبص عليها كده وتفحصها هتلاقي مش ماده واحده، هتلاقيها اتش سي ال طبعا، هتلاقي فيها ميوكس، فيها ماده اسمها بيبسين، وفي حاجه اسمها لايبيز. ياه كل دول طالعين من الفتحه دي؟ اه كل دول بيطلعوا من الجلاند دي تمام. فالعقل يقول ايه؟ اكيد يعني مش معقول يعني يا انس تبقى الجلاند دي خليه واحده بتطلع الاربع حاجات دول صح؟ وعشان كده الجلاند دي كبيره. الجلاند دي يا ياسمين عباره عن ست خلايا ماشي؟ كم خليه؟ ست خلايا. احنا النهارده ان شاء الله هنقول خمسه، بسيطين وسهلين ومش هياخدوا وقت ماشي كده يا شباب. عرفنا ليه؟ انا عايزك بس تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي، ليه الاستومك درس كبير؟ عشان الفند الجلاند حضرتك بتتكون من ست خلايا. ازاي عرفت انها ست خلايا؟ لان العصاره اللي بتطلع من هنا
مش حاجه واحده. يعني في الاوسوفيجاس قلت لك الاوسوفيشال جلاند بتطلع ميوكس، حط نقطه بس. انما الفند الجلاند لا، ده حاجات كتيره. ماشي كده يا شباب؟ طيب تعالى نبتدي اول ثلاث خلايا هنقولهم مره واحده، ومش هياخدوا مننا يا مؤمن غير خمس دقايق بالظبط ان شاء الله. ماشي؟ بس انا عايز اعلمكم حاجه بقى، لان الخلايا كتير قوي في سنه ثانيه. تحاول يا انس بقدر الامكان تربط الكلام باسم الخليه. زي ما هنشوف حالا. انا دلوقتي هحط لك اول ثلاث خلايا من الفند الجيراني، وبصراحه مفيش كلمه هقولها مش موجوده في الاسم. تعالى كده نشوف. اول خليه دكتور اسمها اماتيور ستيم سيل. تتكلم عن نفسها اماتيور ستيم سيل، صح؟ تاني خليه اسمها سيرفس ميوكس سيل. اسمها ايه؟ سيرفس ميوكس سيل. تالت خلية اسمها ميوكس برضو نيك سيل. تعال كده نقرا الاسامي تاني. اول خلية يا شباب اسمها اماتيور ستيم سيل، تاني واحدة سيرفس ميوكس سيل، تالت واحدة ميوكس نيك سيل. التلات خلايا دول موجودين جوه الجلاند بتاعك اللي اسمها ايه؟ فند الجلاند. حلو، حلو قوي. عايزين نتفق على الاتفاق الاول. اي واحدة من الست خلايا لازم في الاول، لازم في الاول كده يا انس تقول لي موجودة فين في الجلاند؟ على السيرفس ولا في الاسمس ولا في النيك ولا في البيس؟ ايه رأيك؟ في حاجة تحب تقولها على أول خلية؟ على تاني خلية؟ إنها موجودة فين؟ وبتطلع إيه؟ ميوكس. وتالت خلية تحب تقول إنها موجودة فين؟ في النك وبتطلع برضه ميوكس. طب تعالى نبص على أول خلية. أول خلية اماتيور ستيم سيل، يا ترى إزاي من الاسم ده هقدر أعرف مكانها؟ بقول لك على حاجة، هي بتبتدي بحرف الأي وهي الخلية الوحيدة اللي موجودة في الإزمس. حلوة اللعبة دي؟ ماشي. الخلية الوحيدة اللي موجودة في الإزمس بتبتدي بحرف الأي، اسمها اماتيور ستيم سيل. ماشي كده؟ طيب الكلمة التانية اسمها إيه؟ ستيم سيل. ستيم سيل تفتكر هيبقى وظيفتها إيه؟ ستيم سيل هتبقى وظيفتها إيه؟ وظيفتها إنها ستيم سيل فور أذر تايب، يعني الخمس أنواع التانيين أذر تايب. فبيقول لك الخلية دي قاعدة هنا في الإزمس، بتعمل إيه يا هدير؟ بتنقسم وتدي خلية من الخلايا اللي على السيرفس، او تنقسم وتدي خلايا من الخلايا اللي في النك او الايه او البيس. بس خلصنا اول خليه. انا جبت حاجه من عندي، انا جبت كله من قدامي. اماتيور في الاسمس وظيفتها ستيم سيل ديفايد اند مايجريت تو ذا سيرفيس اور تو ذا نك اند بيس. ماشي كده. تعالى الخليه اللي جنبها اسمها ايه؟ موجوده فين؟ في السيرفيس. يبقى اول حاجه عرفتها انها ايه؟ السايد بتاعها من الاسم موجوده في السيرفس. بتطلع ايه؟ تعرف من كلمه ميوكس. تمام؟ تعمل فيلم كامل عن الخليه دي. اه يا دكتور اعرف. بص كده انا هعمل ايه؟ ميوكس بس. ال ام اي ام فانكشن. انا هبتدي اعمل بالفانكشن بتطلع ميوكس. واضح قوي قوي من الاسم. ميوكس. اه الميوكس ده مخاط تحت اللايت مايكروسكوب هيبقى باهت، مش كده؟ هكتب كلمة بيل. بيل بالاتش اند اي. بالاتش اند اي. طب كلمة بيل الدكتور كان قال لنا في سنة أولى في أول السنة خالص إن كلمة بيل بتعادل كلمة الكترون ها؟ ليوسنت. أنا ما جبتش حاجة من عندي، ده كله من الكلام المكتوب، صح؟ بس في تكة صغيرة. هي ما بتصبغش او بتصبغ باهت قوي بالاتش ان دي. لقوا ان الميوكس ها؟ تمام. الميوكس مع الجلايكوجين، الجلايكوجين ده هناخده في اخر الجي تي في الليفر، بيتصبغوا او بتفاعل اسمه بي اي اس بوزيتيف. افتكر بقى الكلمه دي مني بقى، الميوكس والجلايكوجين بي اس بوزيتيف. المشكله كده؟ طب دي بس معلش اللي هخرجها بره الاسم. يبقى لحد دلوقتي انا حطيت قدامك كام خليه؟ ها؟ ثلاثة. أول خلية اسمها إيه؟ اماتيور ستيم سيل، ثاني خلية سيرفس ميوكس سيل، ثالث خلية
في ميوكاس نيكسيل اول خليه تعرف تكلمني انت عنها من غير ما تشرح حاجه، ها مكانها فين؟ في الازمس، مش هتنساها خلاص. طيب وظيفتها انها ايه؟ ستيم سيل فور اذر تايم. خش على الخليه اللي بعدها، سيرفيس ميوكاس سيل، من اسمها هتبقى موجوده في ايه؟ في السيرفيس خلاص. وبرده من اسمها هيبقى وظيفتها ايه؟ بتطلع ميوكاس. الميوكاس ده هيبقى بيل الكتروليوسنت بي اس بوزيتيف، تمام كده. اخر خليه مش هشرحها، عارف ليه؟ لاني هقول لك انها سيميلر تو سيرفيس ميوكاس، الفرق الوحيد انها موجوده فين؟ في الليك. ثلاث خلايا بيخلصوا هوا، تمام كده. لما تكتر الخلايا انت ما تتلخبطش ماشي. وهنعمل على فكره حركه شبه دي في السمول انتستين، لان برضو فيها خلايا كتير. في حاجة بقى يا دكتور، تكات كده صغيرة. أنا كده عندي كام خلية بتطلع ميوكس؟ اثنين. واحدة فين وواحدة فين؟ واحدة في السيرفس وواحدة فين؟ في النكت. في فرق بينهم؟ في. بيقول لك الميوكس اللي بيطلع من الخلية اللي على السيرفس بيبقى ميوكس ها؟ نيوترال. يعني إيه نيوترال؟ متعادل. متعادل ماشي. انما ده بيبقى ميوكس اسيديك. يعني ايه يا دكتور؟ يعني ايه يا دكتور؟ مش فاهم. بص معايا، الخلايا اللي موجوده على السطح بتطلع ميوكس متعادل، عشان تحط طبقه مخاط كده اهو. ومن هنا جه السؤال اللي بيقول لماذا لا تهضم المعده نفسها؟ عشان حضرتك عليها طبقه ميوكس محترمه، طبعا ميوكس متعادل موجود كده على سطح المعده بيحميها من اتش سي ال. عشان كده هو فعلا لازم يبقى ايه؟ نيوترال. ماشي كده يا شباب؟ والخليه موجوده فين؟ في السيرفس. انما تعالى بص معايا على الخلايا الثانيه، موجوده فين؟ في النك هنا اهو. فالميوكس بتاعها بيطلع كجزء من الجاستريك جوز، فعشان كده وظيفته الدايجيشن. دايجيشن يعني ايه؟ الهضم. جزء من الجاستريك جوز. فهمت كده؟ تمام؟ طب سؤال، ينفع العكس؟ ينفع يا انس؟ ينفع يا شباب؟ تخيل معايا العكس. تخيل ان على السطح بتطلع اسيدك ميوكس. يا نهار ابيض، ده السطح ده هتساعد الحمض ان هو اتش سي ال ان هو يدمر جدار المعده. وتخيل اللي جوه بتطلع نيوترون. ساعتها العصاره دي وهي طالعه متعادله. وبالتالي ما بتهضمش، ده يجي لي عسر هضم. فهمت ازاي؟ يبقى هو ربنا حاططهم في الاماكن وبالتركيزات وبالبي اتش الصح. اللي على السيرفس بتطلع نيوترال، واللي جوه بتطلع اسيدك، عشان دي تحمي ودي تهضم. فهمتوا كده معايا؟ كلامنا صعب. ازاي الخلايا دي والله ما تخلص الا كده. هي كده، انت ما تحفظهاش الا كده. تمام؟ طيب. دول يجوا ام سي كيو، يجوا جيف ريزون، يتسالوا في الشفوي لو عايز يديك فول مارك. تمام؟ انما الخلية اللي دايما بتيجي في الامتحان الكبيرة بقى، كبيرة خالص، رقم 4، اسمها بارايتال سيل. اسمها ايه؟ بارايتال سيل. اسمها ايه؟ بص، بص لي كده على الجاستريك جوز، أهم حاجة فيهم هي ايه؟ ميوكس. يا نهار ابيض، فيه من اول الاسوفيجاس لحد نهايه الانا الكنال كل حاجه هناخدها بتطلع ميوكس. الميوكس ده مش حاجه سبيسيفيك للمعده. اتش سي ال طبعا. مفيش مكان في جسمك فيه اتش سي ال اللي هنا. عشان كده الخليه دي مهمه، لان هي دي الخليه اللي بتطلع الايه؟ اتش سي ال. عشان كده مهمه وبتيجي في امتحان كتير قوي قوي فوق ما تتخيل. حلو؟ ماشي يا دكتور، ايه المشكله يعني؟ هنوصفها زي اي خليه عاديه جدا. هقول لك ال ال ام والاي ام والفانكشن بتاعتها. حد يحب يزود عنوان؟ السايت طبعا. مش احنا اتفقنا ان في سايت؟ بقول لك ايه؟ هي الخلايا دي رقم كام؟ أربعة. ايه رايك نقول لك تجميع للسايت كله عشان ما يخشش في بعضه؟ بص، هم ست خلايا. واحدة على السيفس، وواحدة في الاسمس، واثنين واثنين. ماشي كده؟ اللي على السيفس اسمها في سيفس، اللي هي ايه؟ سيرفس ميوكس. واللي عفى على الازمس اكيد انت عارفها، اما تيوري ستيم سيل. خدنا واحده في النك اسمها ايه؟ ودي التانيه. يبقى النك فيه خليتين، ميوكس نيك سيل وبرايتال سيل، واخر خليتين يا هديه موجودين في الفيس. صعب الكلام ده؟ مش كلام ده. يبقى دي موجوده فين؟ ها؟ في النك.
تعالى بقى نملى الفراغات. نملى الفراغات بالظبط. ال ام شيب نيوكلياس سيتوبلازم. لو حضرتك عرفت ان شكل الخليه راوند تبقى نيوكلياس ايه؟ سنترال راوند. والسيتوبلازم اسيدو فيلك احمر. في الاي ام حد عارف تصغير كلمه كانال ايه هي؟ كاناليكيولاي. اللي عايز يذاكر صح هيحفظ في الاي ام كلمه واحده بس، كلمه كاناليكيولاي بس، مش هيقول غير كده. طب ما تفهمنا يا دكتور، هفهمك بالرسمه. مش هي راوندد؟ تحت الاي ام بقى لقيناها ظهرت كده. والله يا دكتور هو اللي يشوفها من بعيد يقول راوند، بس هو كل فرقها عن انها تبقى دايره كامله ان السيمبرين جه هنا راح داخل لجوه كده، وهنا برضو نفس الكلام. عارف انت الحتت اللي داخله لجوه دي هي دي اللي اسمها ايه؟ كان ليك يولاي، وهي دي الكلمه الوحيده اللي هتحفظها. تمام؟ هو اللي ايه؟ لا هو مش هو ايه علاقه ده بده؟ هي بتطلع اتش سي ال. حلو؟ ليه بقى هي ما بتطلعش ميوكس؟ هو هي بتطلع ميوكس ليه؟ ما في خليه في النك بتطلع ميوكس. ال اتش سي ال مش موجود على السيرفس؟ لا هي موجوده في النك، ال اتش سي ال هيطلع ويطلع هنا كجزء من الجاستريك جلوس ويطلع على السيرفس. عشان يطلع جزء. حلو، ما هو سؤال، هو الاسيدك ميوكس ده وظيفته ايه؟ ها؟ دايجيشن. حلو، طب لو هو موجود هنا يبقى هو كده ما بيعملش اي نوع من انواع الحمايه للابيسيليم اللي تحته، وبالتالي ده هيهضم ده. خلاص؟ انما لما هو يبقى طالع من هنا هيبقى طالع كجزء من الجاستريك جوس. تهضم تحت ازاي؟ لا طبعا. بص يا دكتوره، قصدك تهضم الجزء ده؟ لا هقول لك ليه، هقول لك ليه حاجه. الاسيدك ميوكس ده هيطلع لهنا. الاتش سي ال والبيبسين واللايبيز، سيبك من اللايبيز، الاتش سي ال والبيبسين وهم ماشيين في الحته دي ما بيبقوش اكتف. ما بيبقوش اكتف ازاي؟ هقول لك حاجه. وانا بقول لك الاتش سي ال ده ازاي بيتصنع. ماشي؟ ماشي. تعالوا معايا كده نرجع تاني. الاجزاء دي اسمها ايه؟ ها؟ اسمها ايه؟ كاناليكيولاي. لما تحفظ الكلمة كاناليكيولاي هتقول لي فيها ام وفيها ام، اتنين ام يعني. ماشي؟ ام بره وام جوه. ام على السيرفس اللي بره اللي هي ايه؟ هو ايه الحاجة اللي أنت خدتها بحرف الام على السيرفس؟ سيليا؟ ام بحرف السيليا؟ مايكرو فلاي. طب وجوه؟ ايه دول؟ ميتوكوندريا. ماشي كده يا شباب؟ يبقى الكاناليكيولاي على سطحها الخارجي القنوات دي هتلاقي مؤمن مايكروفلاي، وعلى سطحها الداخلي هتلاقي ايه؟ ميتوكوندريا. خلي بالك الكلام ده مكتوب باراجراف، انا عايز اجيب لك الباراجراف ده بكلمه صح؟ اسهل يعني اسرع في الحفظ. ايه الباراجراف ده اختصاره ايه؟ كاناليكيولاي. تمام؟ كونتين مايكروفلاي على الاوتر سيرفيس وميتوكوندري على الانر سيرفس. يبقى حاجتين بحرف الام موجودين على السطح بتاع الكاناليكيولاي. الفانكشن بتاعتها كلام فارغ بقى انها بتطلع اتش سي ال، بس مش لوحده، بتطلع معاه حاجه اسمها انترنسيك فاكتور. بقول لك ده فاكتور مهم قوي عشان حضرتك تعمل ابزوربشن لفيتامين بي 12. عشان كده لو واحد مثلا عمل عمليه وشال معدته مثلا، او عنده التهاب شديد في المعده، او واحد بيشرب الكحول كرونيك يعني فترة طويلة بقى له كذا سنة، ممكن يجي له نقص فيتامين بي 12. هو ايه علاقة الكحول بالاستومك؟ حد يقول لي كده، مش انا قلت لكم انه بيحصل ابزوربشن فين؟ ها؟ في الاستومك، صح ولا لا؟ طيب حد عارف الانيميا بتاعت نقص فيتامين بي 12 ده اسمه مميز على فكرة.
اسمها ايه؟ برينيشيس انيميا، انيميا خبيثه. ماشي يا شباب كده؟ تمام؟ لحد كده الخليه دي رقم واحد في الاستومك. اهم سؤال في الاستومك برايتال سيل، بس لسه الخليه ما خلصتش. ليه بقى يا مؤمن؟ عشان عايز يقول لك حته كده صغيره ازاي الخليه دي بتصنع ال اتش سي ال. ده فيه بقى كلام حلو قوي وسهل جدا. هرسم لك رسمه جميله كده. انا عايز ارسم الخليه، فهقوم راسم لك كده زي ايه؟ مربع كده في الوول. دي الخليه ايه؟ بص معايا، ده الليومن ودي الخليه نفسها البارايتال سيل، وده البلاد. ماشي اهو، ده البلاد اهو. مش عايز صوت يا شباب، خلاص خلاص خلص اهو. بلاد دي الاجزاء اللي عندي. انا عايز الخليه دي تطلع اتش سي ال وتحطه في الليومن. بص بقى ازاي بتصنعها. الخلية دي عندها H2CO3، ماشي؟ ده بواب. بتكسبوا الجزئين، بتكسروا الجزئين. ده لما يتكسر هيبقى H موجب و HCO3 سالب. لحد دلوقتي حضرتك في مشاكل؟ في مشكلة؟ H2CO3 بيتقسم ل H موجب و HCO3 سالب، ماشي؟ حلو. انا بقى الخليه هتاخد الاتش الموجب ده ترميه في الليومن كده، الليومن بقى فيه اتش موجب، والاتش سي او 3 السالب ترميه في الانترستيشيال تيشو ويروح منه للبلاط. يبقى هنا بقى فيه اتش سي او 3 سالب كده. مشكله لحد دلوقتي؟ مشكله. الدم ده بيبقى فيه كلورايد عادي يعني. هتاخد الكلورايد من هنا على الخليه على الليومن على طول. ايه على فكره انا خلصتها سهله قوي. H2CO3 بيتقسم ل H موجب و HCO3 سالب. ارمي ده في ناحيه وده في ناحيه. H الموجب او الهيدروجين ارميه في اليومن، و HCO3 السالب وديه البلاط. وبعد كده عندك كلورايد، انت محتاج كلورايد كده صح عشان تعمل HCl. هاته من الدم على الخليه على جوه على طول. في ملاحظتين. الملاحظه الاولى، حد خد باله ان الخليه فعلا ما بتكونش ال HCl جواها وتطلعه؟ انت فاهم ازاي؟ زي ده بترمي الاتش الاول وبعدين ترمي عليه الكلور وهما بقى يولعوا في بعض بره بعيد عني. فهمت ازاي؟ دي طبعا حاجه من ربنا سبحانه وتعالى. ده احنا اي خليه كانت بتصنع السكريشن تحطه جوه فيزكل وتطلعه، دي لا. ماشي كده يا شباب؟ طيب الحاجه الثانيه، واضح كده ان الانترستيشيال تيشو والبلاد هيتملي ايه؟ اتش سي او 3 سالب، تمام؟ اللي هو اسمه الثاني بايكربونيت. البايكربونيت ده يا شباب من الحاجات اللي بتخلي الدم الكالاين، ماشي؟ ده حاجه مهمه قوي اسمها بافر سيستم. هتاخدها في الفسيولوجي او خدتها مش عارف يعني، تمام؟ البافر سيستم ده ايه؟ في حاجات كده في جسمك هي اللي بتحافظ على ان البي اتش بتاع جسمك تبقى 7.35 7.45 في الحدود دي، من ضمنها الاتش سي او 3 السالب الكتير ده، تمام؟ واي خليه اي هيدروجين يتجنن كده ويفكر انه يعدي هيلاقي الحته دي كلها سالب، تمسك فيه وترجعه تاني جوه الخليه يتقسم ويرجع نفس الكلام ده تاني. مش كده يا شباب؟ اه دي الخليه على بعضها. ده سؤال كبير في الامتحان، برايتال سيل. فيها مشكله؟ طيب. اخر خليه بس سهله بقى وصغيره ما بتاخدش وقت. بصوا يا شباب، اخر خليه دي انا كفايه بس ان انا ارسم شكلها، عامله كده وعليها مايكرو بلاط اسمها شيف سيل. شيف سيل شكلها ايه دي؟ قبل الشكل حد يحب يقول السايت؟ هي دي رقم كام؟ خمسه. خمسه صح؟ هي في البيز واللي بعدها في البيز. يبقى في البيز شكلها ايه؟ قول يا جدعان. ده كولامينر. ايه؟ كولامينر. لما تبقى كلها من النيوكلس هتبقى بيزل اوفل او بيزل راوند صح. السيتوبلازم انا مش هقوله عشان هيجي جنب الالكترون اقول لك انها ايه؟ بروتين سكريتنج سيل.
يبقى ساعتها كده يبقى السيتوبلازم ايه؟ ديزوفيلي. واول اورجانيل يتكتب ايه؟ اريو. وظيفتها يا شباب انها بتطلع حاجه اسمها بيب سينوجين اللي بعد كده حضرتك هيتحول الى بيبسين. يبقى خلي بالك بقى ده الخلايا اللي قاعده تحت ما بتطلعش حاجه اكتب ابدا. مره ترمي اتش وراها ترمي كلورايد وراها تحط بيبسينوجين. خد بالك الحاجات دي هنا بتعمل بلاوي انما هنا ما تعملش حاجه. انت ازاي؟ ماشي كده يا شباب؟ طيب الخلايا دي خلصت بس فيها تكه صغيره تمام؟ هي تكه بس صغيره هقولها خلاص. الخليه دي فيها حاجه هي دلوقتي الخلايا ميزوفيليك يعني لونها ايه؟ ازرق. بس البيبسينوجين ده اسيدوفيليك. تاني البيبسينوجين ده هيتصنع في الار اي ار هو نفسه لونه احمر بس الار اي ار لونها ازرق. ايوه يعني ايه يعني اللي هيحصل؟ حضرتك الار اي ار موجوده تحت هنا ما النيوكليوس هنا تمام وحواليها الار اي ار فالحته دي ميزوفيليك. السكريشن بقى اللي بيتعبى جوه فيزيكال لونه احمر بالمنظر ده كده. ايه ده يعني الخلايا لونين؟ اه لونين. الموضوع ده هنكرره في شابتر الفيليه في اخر الشابتر في البريست. البريست خلايا البريست لما تيجي تصنع الملك الملك ده بروتين تمام لبن الام ده بروتين فالخليه ميزوفيليك بس اللبن نفسه اسيدوفيليك فتلاقي الخلايا لونين. طب انا اقول ايه يعني؟ عايز تقول زي الكتاب بيزل بيزوفيليك وايبيكال اسيدوفيليك ماشي. عايز توصفها عادي تقول له بيزوفيليك سيل واسيدوفيليك جرانيول وده الاسهل والصح. ماشي؟ يبقى انت بعد ما تقول لي بيزوفيليك ما تنساش تقول لي ايه؟ اسيدوفيليك جرانيول. ماشي يا شباب؟ كده مشكلة؟ طيب. عندنا حصة بكرة اندوكراين. ماشي؟ يوم الساعة هو المجموعتين اللي فاتوا اقترحوا مواعيد اقتراح لسه. اقترحوا 10 واحدة. واحدة ماشي عشان ما عندهاش واحدة موجودة موجودة بس أنا بقول واحدة و10 إيه رأيكم؟ ولا خليها 12 وواحدة؟ 11 ما هي 11 أو 12 يا إما 10 و12 أنت إيه رأيك؟ واحدة على الميعاد تاني ما بقاش 11 خليها 10 ولا 12؟ 10 خلاص 10 ولا